حضور الشباب داخل البرلمان كان بالفعل يعني فترة غير مسبوقة بيشهدها التاريخ المصري، لكن جوه البرلمان بقى كيف كانت، يعني ازاي الهارموني ما بينكم او الانسجام؟ لانه طبعا في اجيال مختلفة، واحنا دايما كده في مجتمعنا المصري الناس الكبيرة اللي ليها خبرات طبعا حياتية وتراكمية ومهنية بتشوف الشاب ده على انه يعني عيل ومش فاهم ولسه خبرته في الحياة محدودة، والشاب بيشوف هذا الرجل الكبير طبعا بيحترمه كل حاجة، لكن كأنه من زمن فات، مش يعني انت مش داريان بحاجة، ده حصل كذا وكذا وكذا. وكمان في تحدي اكتر للكبار في الحقيقة، ان احنا دخلنا في عصر السوشيال ميديا ودخلنا في عصر الانترنت، ففعلا بقى التطور سريع بشكل فوق التصور بقى. يعني فتعاملتوا ازاي على يعني الفجوة دي، ازاي كانت بتدار او بيتم التعامل زي ما انت قلت؟ العلاقه ما بين الاجيال طبعا علاقه لها بعد مختلف، انه جيل الشباب بيبقى شايف جيل الخبره انه لا يعني كان له زمنه، وجيل الخبره بيشوف انه الشباب لسه محتاج جانب من الوعي وجانب من الخبره وكل هذا الكلام. لا احنا انا ما حسيناش جوه البرلمان بهذه الحاله خالص، يعني الشباب قدر يثبت نفسه وبقوه، واهل الخبره ما حسوش ان دول اقل منهم في شيء. يعني ازاي ده اتعمل؟ لانه انا يعني طول الوقت لما كنت بحضر مؤتمرات الشباب ومنتدى الشباب العالم، وكنت بشوفك وبشوف زملائك وبشوفكم فعلا على ترابيزه واحده، وفعلا اجيال مختلفه، يعني في سنك وانت بتمثل الشباب، في فعلا الاكبر بكتير، وفي الجيل الوسط، وبشوفكم مع بعض دايما منسجمين، يعني صحيح. في حاله الانسجام انا بشوف ان دي حاجه يعني انا بشوفها انجاز، وبشوفها ان ده نجاح في حد ذاته، لانه لا كان ممكن يحصل كده من 2014 يعني ما لقيتش مثلا ترابيزات الكبار الستينات قاعدين في حته والعشرينات في حته والاربعينات في حته، لا انا لقيت ترابيزه واحده فيها انسجام وكانكم كلكم جيل واحد. صحيح. ده حصل من يمكن بتوفير مناخ فرصه للشباب، يعني من 2014 وبقى في فرصه انه الشباب يثبت نفسه، ففي شباب اصحاب كفاءات قدروا يتقدموا صفوف ويعبروا عن جيلنا سواء في البرلمان او في السلطه التنفيذيه ونجحوا. فالنجاح ده ثبت لاهل الخبره انه لا دول قادرين وعندهم مقدره على انهم يتولوا هذه المسؤوليات، وبالتالي بقى في حاله احترام من اهل الخبره لقدرات الشباب. وفي نفس الوقت الشباب شايف دايما انه لا ما زال بيتعلم من اهل الخبره، ما زال عندهم فعلا خبره بطبيعه الزمن. ما هو لا يمكن اقول انه حد عنده مثلا 50 او 60 سنه ما عندوش خبره معينه حياتيه، حتى بالنسبه لشاب لسه عنده 30 او حتى في منتصف في الأربعين. لا يعني لا عنده اهل الخبره ما زال فعلا عندهم خبره وعندهم، احنا ادواتنا مختلفه شويه، الشباب فعلا ادواته مختلفه، بس برضو اهل الخبره ابتدوا يستخدموا السوشيال ميديا. صحيح. لا حصل حاله اندماج في الثقافه، يعني الثقافه دي انا بعتقد اتغيرت في المجال السياسي على الاقل. صحيح. في المجال السياسي الموضوع ده اتكسر، كان موجود بحده وبشده، بس في السنوات الاخيره الموضوع ده اتكسر ما بين جيلين قدروا ان هم يوصلوا لنقطه وسط وقدروا انهم يحتووا بعض، كل طرف بيحتوي التاني بشكل، ووصلنا للحالة اللي احنا واصلين عليها انه لا احنا مش شايفين لما نائب شاب بيقابل نائب من اهل الخبرة ده بيشوف نفسه نائب وده بيشوف نفسه نائب، لا لا ده عنده كام سنة ولا ده عنده كام سنة، لا المسألة اختلفت. وده اعتقد بتوفير الدولة وفرت مناخ انه الشباب تقدم الصفوف وثبت نفسه، فاهل الخبرة قالوا لا لا ده الشباب دول فعلا قادرين.